السلام عليكم. غنتكلم لكم اليوم على واحد الموضوع جد مهم, هو علاج الأسنان عند الأطفال والأهمية ديالو. بالنسبة للعلاج ديال الأطفال الأسنان ديالهم كيكون عندهم الخروج ديال الأسنان الحليب كيبقى ولا كيبدأ من الشهور الأولى في الحياة, يعني في 6 شهور الأولى, وكيبقاو يخرجوا الأسنان الحليب حتى لسنتين ونصف. هنا كيخرجوا غادي نقولوا تقريبا واحد 20 سنة ديال الحليب من الأسنان والقواطع والضروس ديال الحليب, وهاد الأسنان ديال الحليب كتبقى حتى لسن 10 سنوات ولا 11 سنة. وعندهم واحد الأهمية اللي تكون بارزة بالنسبة للطفل, لأنها كتشارك في الجمالية ديال الوجه ديالو بالنسبة للفم ديالو. كتمكنوا بهاد الأسنان الحليب كتمكن الطفل باش ياكل, يعني يمضغ المأكولات اللي كياكلها. كتمكنوا حتى بالنسبة للنطق, كتساهم في النطق ديال الطفل, وبالنسبة كتحافظ على هذيك البلاصة, غادي نقولوا البلاصة, كتحافظ على البلاصة اللي غادي تجي من بعد الأسنان دائما غادي تجي خصها تلقى البلاصة القائمة ديالها باش تخرج بدون, غادي نقولوا بدون اعوجاج ديال الأسنان. بالنسبة لحنا كطبيب جراحي الأسنان كنوصي الوالدين بالخصوص تكون عندهم واحد, غادي نقول واحد الوعي, واحد الثقافة بأن الأطفال, نعلموا الأطفال ديالنا يمشيوا عند طبيب جراحي الأسنان من السنوات الأولى. غادي نقولوا حنا كنتكلموا على السن 3 سنوات ولا 4 سنوات اللي غادي يمشي الطفل مع الوالدين ديالو عند طبيب جراحي الأسنان. ومن بالخصوص ما تكونش هنالك واحد مشكل ديال الضرر, يعني ما يكونش واحد السوسه اللي كتضروا بزاف, ولا يكون عنده واحد, غادي نقولوا واحد التعفن, ولا يعني شي مسبب اللي يكون عنده واحد ضرر كبير وغادي يمشي خايف عند طبيب جراحي الاسنان. بالعكس, خاصو يجي المره الاولى عند يعني طبيب جراحي الاسنان هو غادي نقولوا مرتاح, كيشوف طبيب جراحي الاسنان, طبيب كيدير الكشف ديالو, كيشوف الاسنان ديالو كيفاش دايره, واش كاين هناك بدايه التسوس, لان الاسنان الحليب حتى هما كيكون عندهم تسوسات, وبالخصوص كيكون عندهم واحد, كتكون الهشاشه اللي غادي نقولوا اكثر من الاسنان الدائمه, يعني خصنا نحافظوا عليها. من بعد هذا الكشف كيشوف الطبيب جراحي الاسنان واش عنده واحد الاعوجاج ديال الاسنان, واش عنده الفكين في استقامه ولا عنده, ولكن واحد الاعوجاج. هذه المسائل كلها كيرد لها البال الطبيب جراحي الاسنان. اسنان الحليب حتى هي كتصاب بالسوسه, يعني الطبيب جراحي الاسنان فاش كيلاحظ هنالك تسوس بالنسبه للاسنان ديال الحليب كيشوف القيمه ديال, ولا فين واصله هذه السوسه, واش واصله في الطبقات الاولى يعني المينا, ولا واصله لداخل اللب ديال اسنان الحليب. هنا على حسب, هنا حسب الحده ديال السوسه, هي كتكون واحد العماره اللي كتكون عاديه, يعني كنديروها في حصه وحده, ولا كيمكن تاخذ واحد حصص بحالها بحال الاسنان الدائمه, يعني خصك تحيد السنه العرق ديالها باش يمكن لك تحافظ عليها. وهنا هنا دائما كان خصنا نردوا البال من واحد الناحيه بالنسبه للوالدين, دائما يردوا البال لوليداتهم بالنسبه للضرر اللي كيكون ديال الاسنان, لان بزاف ديال الاطفال كيكون عندهم واحد التسوسات وكيدوزوا مراحل ديال الضرر, كتنوض لهم ديك السنه كتضرهم, وهذا الشيء كياثر لهم على الصحه ديالهم, غادي نقولوا كتاثر على الدراسه ديالهم, ما كيكونوش رادين البال في الدرس في المدرسه ديالهم, ما كيكونش, كيكون عندهم مشكل حتى هما في النوم, كيقدروا ينوضوا, كيكون واحد الازعاج, داك التعفن كيقدر يمشي لمناطق اخرى. يعني هذه المساله هذه خصنا نردوا لها البال بالنسبه للاسنان ديال الحليب, فيما كيكون شي مشكل خصنا نمشيو عند طبيب جراحي الاسنان اللي غادي يدير, غادي نقولوا التشخيص, وغادي غادي يلقى الحل لهذا المشكل. وحنايا حنا خصنا نستعملوا جميع الوسائل باش نحافظوا على الاسنان الحليب كما قلت في الاول, لانها عندها واحد الدور جد مهم ما خصناش نفقدوها. هذيك المساله اللي دائما ما بين في المجتمع ديالنا ان الاسنان ديال الحليب هما اسنان اللي عندهم واحد الوقت ديالهم غادي يمشيو بلا ما نداويهم, هذيك واحد المساله اللي هي خاطئه, وكان يعني كناكد عليها اليوم. خاص لابد من عالجوا الاسنان ديال الحليب باش تكون عند الطفل واحد, غادي نقولوا واحد الحياه سليمه بالنسبه للمعكل ديالو, بالنسبه للوجه ديالو, الجماليه ديالو, بالنسبه حتى للنفسيه ديالو. لابد من نحافظوا على سلامه هذه الاسنان هذه, وخاصنا, وكتبدا هذا الشيء من الوقايه,
يعني الوقاية خير من العلاج في الأول. لا بد من نعلم وليداتنا يعني من سنة الأولى كنقولوا من سنتين كيفاش يشد ناخذوا ليه في الأول الفرشات ديال الأسنان راه كاين ديال السنتين، ونعلموا الأطفال ديالنا كيفاش ينظفوا الأسنان ديالهم بعد كل وجهة بشوية بشوية، يعني غادي نقولوا الطريقة السليمة، يعني كيشد لابوسادون وكيدير واحد البروساج من الأحمر الأبيض يعني من التال الأبيض، وكنعلموا الفترة اللي كتكون واحد دقيقتين ونصف حتى ثلاث دقائق ندير واحد الأغنية ولا داكشي كيكون بالتسلية في الأول. هادشي كله مهم باش تكون باش الأطفال ديالنا يكونوا مربين على هاد المسألة هذا، يكونوا محمسين لها، وهادشي كله كيعود للفائدة في الأخير، ما كيكونش عندنا مشاكل اللي كتولي كتفاقم من بعد، لأن في آخر المطاف فاش كنشوفوا شي أطفال اللي كنشوفوهم كيجيونا في العيادات كيجيو في واحد غنقولوا في المرحلة مزرية، كيكونوا عندهم واحد الاسنان بزاف ديال الاسنان متسوسين، اسنان الراس ديال الحليب ضاعوا ليهم، حتى الاسنان القدامين ديالهم ضاعوا، وكيوليو هنا كيولي هنالك واحد الازعاج، وانت كطبيب في الاخير ما كتلقى الا الحل انك خصك تحيد هذه الاسنان ديال الحليب، وخصك يمكن كاع دير واحد العمل دير اون بروتيز ولا باش يمكن هذا الطفل هذا يمكن ليه ياكل بيد ما يجيو الاسنان دائما اللي كيبداو حتى هما في 6 سنوات. وحاجه اخرى اللي مهمه بزاف هما الأضراس اللي قلت دابا، الأضراس دائما كتبدا في 6 سنين، وهذيك كتخرج الضرسة الأولى، وهنا كيغلطوا بزاف الناس كيحسبوها راه السنة ديال الحليب، وكتكون كيكون هنالك تسوس في عام كنقولوا 7 سنوات، الطفل كيكون عنده 7 سنوات ولا 8 سنوات، هذيك الضرسة دائما فعل المعتقدات ما كتداواش، وهي الضرسة دائما كتبقى مدى الحياة، وإلا ما عالجناهاش كنفقدوها، وإلا فقدناها ما عمرها ما كتعود. حتى هذه مسألة مهمة دونك باش في الأخير نرجع دائما بالنسبة للوالدين كنوصيكم على وليداتكم. الأول فاش كيكونوا الأطفال ديالنا صغار بزاف من كنقولوا 2 3 سنوات ما كيعرفوش، هما كيشوفوا أول حاجة خصهم يشوفوا والديهم كيمشيو للطبيب جراحي الأسنان، كيبروسيو الاسنان ديالهم، يعني كيترباو على هذه المساله هذه. ومساله ثانيه ان الوالدين حتى هما خصهم حتى هما يلعبوا الدور ديالهم في الحمايه ديال الاطفال والاسنان ديال الاطفال ديالهم، يديهم عند طبيب جراحي الاسنان في الاول، وخا ما يكونش هنالك ضرر ولا تسوس. وهنا كتولي عندنا واحد غادي نقول واحد الثقافه صحيه بالنسبه للاسنان ديال الاطفال ديالنا، اللي كتمكنهم باش يحافظوا على اسنانهم وتكون عندهم ابتسامه جميله ان شاء الله.